كابتن سيف، سريعا لأن الزمن داهمنا، الاتحاد والشباب قمة من قمم هذه الجولة. الاتحاد والشباب مباراة تعتبر قمة المتعة، وكل يعمل لتوسيع الفارق بينه وبين منافسيه. الاتحاد يسعى لاعتلاء الاقتراب من الصدارة، والشباب يعمل لتوسيع الفارق بينه وبين الهلال، ويعلم تماما انه الهلال عنده مباراة مع الوحدة يمكن تكون يعني شوية سهلة بالنسبة للهلال. طيب، مباراة من ثلاثة أطراف وليس من طرفين، شباب اتحاد، هنالك الهلال المنتظر. صارك انت عارف المباراه دي بالذات لو الاتحاد حقق نتيجه المكسب، انا حقول لك الدوري ده حيدخل في تنافس صعب جدا جدا. احنا نتمنى ان شاء الله نشوف مباراه كبيره، هم فريقين كبيرين قاعدين يقدموا اعمال كبيره في الفتره الاخيره، هي مباراه بالنسبه لنا احنا كعشاق كره قدم ان شاء الله قمه المتعه، وحنشاهد فيها عدد كبير من، انا اشوف انه حنشوف فيها عدد كبير من الاهداف، يعني عطفا على النتائج السابقه. طيب كابتن سيف بيقول انه مباراه الهلال والوحده ممكن شويه سهله للهلال، لكن الوحده هو الفائز على الهلال في الدوري الاول في الرياض. انا ممكن اقول لك هو بنى 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 الكلام على مستوى الوحده في الفتره الاخيره، فعلا ممكن يكون الوحده يعني ما حيقدر يعالج كل الامور الفنيه في الوقت القصير ده، لكن هو المفاجات ممكن تكون وارده في الدوري السعودي. انا بنيت على انها سهله بالنسبه للهلال لظروف اللي بمر بها الوحده، وللهلال داخل المباراه دي الدافع له، عنده دافع للحق بالشباب، وعنده دافع للثأر من الوحده فيه. والهلال فريق كبير كمان.